بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 79 من الكتاب 43، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الشمس وضحاها، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه، الحديث 66 بعد 603,000. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها. والناقة اللي هي ايه؟ معجزة سيدنا صالح. والعجيب ان الناقة هذه هي التي اقترحها قومه عليه حتى يؤمنوا به، قالوا له: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة من هذا الجبل او هذه الصخرة، وهذه الناقة إذا حلبناها يكفي حلبها كل القبيلة بحلبتها. فقال لهم: لو حصل كده تؤمنوا؟ قالوا: لا. شاور للصخرة انشقت، خرجت الناقة تشرب ماء البئر يوم كله وهم لا يشربون، ويحلب منها لبن يكفي كل القبيلة بقدر ما شربت في اليوم التاني، واليوم التاني هم ياخدوا من الماء، يبقى يوم الماء للناقة ويوم الماء للقبيلة، واليوم للقبيلة اللي تأخذ ماء تأخذ مقابله لبن. وظل الأمر على هذا حتى ضاق بهم الأمر وقرروا أنهم يقتلوا الناقة ايه اللي بتشرب ميتنا كل، طب ما انتوا اللي قلتوا، واتفقوا على انهم يقتلوا الناقه. فانبعث اشقاها، واحد منهم اسمه قدار، هو اللي ايه كان في يعني عزيز في منع في قومه، هو اللي ايه مسك سيفه وراح قتل الناقه وقطع قوائمها ورقبتها وقتلها. فلما حدث هذا سيدنا صالح قال لهم: خلاص العذاب هيجي لكم بعد 3 ايام. وفعلا نزل العذاب بعد 3 ايام، واكتسوا عن اخرهم الا المؤمنين الذين امنوا بسيدنا صالح ونحوته وكانوا قليل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناقة والذي عقرها، فقال: اذ انبعث اشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. عارم يعني صعب الخلق، عزيز يعني له ايه عزة في قومه وحسب ونسب ومال وصولة، منيع يعني هناك من يمنعه يعني ايه من ان يضره احد، مثل ابي زمعة. والنبي مثله بمين في عصره بقى؟ بابي زمعة. وابو زمعة هذا مات ايه مقتولا على الكفر في بدر. مثل أبي زمعة، ثم سمعته يذكر النساء فقال: إلى ما يعمل أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب من الرجل الذي يضرب زوجته كضرب العبد، ثم يريد بعد ذلك في آخر اليوم أن تتبسط معه وأن يجامعها وأن تقبل عليه. هيهات.
أنت أفسدتها على نفسك. إذا عملت هذه المعاملة أفسدتها على نفسك، فعليك أن تحسن معاملة زوجتك حتى تحسن هي معاملتك. فقال: إيلام يعمل أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يوم. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. فقال: إيلام يضحك أحدكم مما يفعل. يعني كان الناس في الجاهلية لو واحد طلعت منه ضرطة يضحكوا عليه. طب ما انت برضو ما انت بتضرب زيه، بتضحك على حاجة انت بتعملها. والعجيب ان العادة دي موجودة الى يومنا هذا، لو واحد خرجت منه ضرطة امام الناس الناس تضحك عليه. فالنبي يقول: بتضحك ليه؟ انت تستره. ما هو اللي بيعمله ده ما انت بتعمله، افرض غصب عنه خرجت، فلا داعي لاحراجه. وعظهم ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. فقال: إيلام يضحك أحدكم مما يفعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والضرطة هو الصوت الذي يخرج من الدبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب: ومن سورة والليل إذا يغشى. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال: كنا في جنازة في البقيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني نيسر عليه عمل الصلاح والطاعة ونشرح صدره لذلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الحسنى اللي هي القيامة الجنة والحساب. وأما من بخل واستغنى، بخل بماله فلا ينفقه في وجوهه، واستغنى عن عبادة مولاه باتباع شهواته، وكذب بالحسنى وكذب بالقيامة والحساب والجنة والنار، فسنيسره للعسرى، فتصبح المعاصي يسيرة عليه، فينشرح صدره لفعلها ولا تلومه نفسه حتى يتوب منها. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار ذلك، لأنه بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فكان بسبب اختياره وسوء اختياره أن يسره الله للعسرة، أي يسره للعسرة، أي يسر عليه فعل المعاصي وأمده فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب: ومن سورة الضحى، من سورة والضحى. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، في غار يعني في غارة مع الأعداء، يعني مش غار اللي هو في الجبل، يقول لك غارة مع على الأعداء يعني في جيش، يعني في غزوة أو في سرية أو شيء من هذا. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وممكن ايه يكون ايه في غاز، وتبقى تصحيف من ايه، لكن مش المقصود هنا انها كان غار في جبل. يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت اصبعه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع إلا إصبع دميتي، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. دميتي يعني جرحتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب إصبعه حتى يهون على نفسه ما يشعر من ألم. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا كان شعر ابن أبي رواحة النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به، أما النبي فلا يقول الشعر أصلا، كان يتمثل بالشعر فقط، لأنه حرم الله عليه أن يقول الشعر. والله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال: وأبطأ عليه جبريل عليه السلام فقال: المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى: وما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. شوف جمال بقى، ما قالوش وما قلاك، لكن قال له ما قلى، حتى لا يخاطبه بما فيه ايه اللفظ الذميم، لان قال يعني كره وابغض، فما قالوش وابغضك حتى كاف الخطاب شل لكمال ايه حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الاسود بن قيس. باب: ومن سورة ألم نشرح. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. وده بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة شرح صدره قبل الإسراء والمعراج. قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، لأن هو كان نائما في بيت أم هانئ بيت عمه ليلة أسري به، وكان نائما بين سيدنا جعفر وبين سيدنا حمزة في بيت عمه، يعني كان سيدنا حمزة نايم كده والنبي نايم وجعفر كده، كان النبي بينهم في ليلة الإسراء والمعراج. فجاء سيدنا جبريل ومعه سيدنا إسرافيل أو ميكائيل وأيقظوه وأخذوه إلى الحجر، حجر إسماعيل، فماشي معاهم لسه صاحي من النوم، عشان كده بيقول بين النائم واليقظان، فيضجعاه في حجر إسماعيل وشق صدره وملوه حكمة وإيمانا، ثم التام ثم ركب البراك وأسري به صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة. الثلاثة اللي هو مين؟ سيدنا جعفر وسيدنا رسول الله وسيدنا حمزة، كان نائم معاهم في بيت عمه أبي طالب في هذه الليلة، كان في العام اللي ماتت فيه سيدتنا خديجة، وفي نفس العام الذي مات فيه عمه، وفي نفس العام الذي قابله أهل الطائف أسوأ مقابلة سموه عام الحزن. قائلا يقول: أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب. والطست هو الإناء، المصريين يقولوا عليه طشت، بقى إيه طست وطشت تنفع الاثنين، طست وطشت وبفتح الطاء وكسرها لغتان، طشت تشت طست تست، كل ده صح لغة، يبقى الطشت دي لغة فصيحة، فهمت يعني؟ لدرجة تعملوها أغنية يقول لك: الطشت قال لي يا حلوة قومي استحمي، مش كده؟ يا حلوة ياللي قومي استحمي، قالوا يعني بيذكرها يعني بالاستحمام يعني والحاجات دي.
فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري. طب ما أنية الذهب لا يجوز استعمالها. أيوة ده ذهب الجنة يا أستاذ، ده جايبين له طست من ذهب الجنة، وذهب الجنة مباح، ولم يكن هناك تشريع بعد كمان، لم يحرم الذهب بعد، لم يحرم الذهب بعد، دي أول حاجة. ثانيا سيدنا جبريل هيجيب له ذهب دنيا ولا هيجي معاه بذهب من الجنة؟ فهمت بقى؟ فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا، يعني من نحري إلى عانتي، من النحر إلى عانتي، من كذا إلى كذا. قال قتادة: قلت يعني، قلت لأنس ابن مالك: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وطبعا إيه، هذه معجزة حدثت لنبينا لم يسمع مثلها لأي نبي غيره، ما فيش حد من خلق الله حصلت له الحكاية دي، إن ربنا فتح صدره على يد الملائكة وهو في كمال حياته، وخرج قلبه ويبقى حي وينزل لقلبه بإذن الدين الملك. حياة زي دي يعني غير متصورة، فهي معجزة من جميع المقاييس. يبقى في كامل وعي وقلبه في إيدين الملك، أمال فين الدورة الدموية؟ وفين؟ ده دليل بقى أن النبي يحيا بربه لا بالقوانين البشرية المعتادة، حياته بربه مباشرة لا بسبب بل بالقدرة. احنا عايشين بالأسباب، لكن النبي كان عايش بالقدرة، علشان كده كان حتى تكررت حادثة شق الصدر ده وهو طفل كمان، حصلت له عند حليمة، وإن حصلت له مرة أخرى وهو صبي، ثم حدثت له مرة ثالثة قبل البعثة، ثم حدثت له مرة رابعة قبل الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، عشان يستحمل قلبه نزول القرآن عليه. والقرآن لو نزل على جبل ما تحملش، لكن نزل على قلب النبي تحمل. يبقى قلب إيه؟ يعد إعداد مخصوص، لابد أن يعد إعداد مخصوص. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن أنزله على قلبه ليكون من المنذرين. وعشان كده بعد آية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي يتفكرون في قلب هذا النبي الذي هو أقوى من الجبال. فتحمل القرآن فأنزله على قلبه ليكون من المنذرين. فأي قلب هذا؟ لابد أن يكون قلب مخصوص، مخلوق خلقة مخصوصة ومعد إعداد مخصوص. لا يوجد قلب على في خلق الله كله يتحمل نزول القرآن عليه إلا قلب واحد، عبد واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويسره أيضا بلسانه، يبقى لولا قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا لسان النبي ما تيسر القرآن، فإنما يسرناه بلسانه. وعشان كده قال سيدنا عبد الله بن مسيش ايه؟ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود. لولا واسطة قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا واسطة لسان النبي ما تيسر القرآن، ولولا واسطة روحانية النبي ما خرجت الأكوان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يجي لك الوهابية يقول لك ربنا مش محتاج واسطة، ما احنا ما بنتكلمش على ربنا، الاكوان اللي محتاجه الواسطه، الاكوان ضعيفه. النبي ربنا مش محتاج واسطه، لكن احنا اللي محتاجين الواسطه، لان احنا ضعاف. الوسائط لاحتياجنا نحن وفقرنا نحن. في يوم الوهابيه يقول لك ايه، ربنا مش محتاج واسطه، تبقى انت مش محتاج واسطه، هو انا ربنا؟ شفت بقى تلبيس ابليس؟ شفت الدجل؟ ربنا مش محتاج واسطه، تبقى انت مش محتاج واسطه. الله، امال فين الانبياء؟ ايه دور الانبياء؟ ما الانبياء واسطه الى الله، يدلون على الله، اذ لولا الانبياء ما عرفنا الله. يبقى احنا اللي محتاجين الواسطه. لكن لا، ده هم مش عايز يبقى ايه عنده واسطه. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الله اعلم حيث يجعل رسالته. هو كل انسان صالح انه تنزل عليه الرساله، لابد ان يبقى في وسائط حتى ايه تتم مراد الله من الخلق.
لأن الله سبحانه وتعالى من خلال الوسائط يمد من شاء ويفضل من شاء ويحبب من شاء سبحانه وتعالى. فاللي مش محتاج الواسطة هو الله، لكن العبد فقير يحتاج لكل الوسائط لفقره وعجزه. وفي الحديث قصة طويلة اللي هي قصة الإسراء بقى. عشان كده ايه في الحديث قصة طويلة اللي هي بقيتها قصة الإسراء، وأتيت بالبراق وركب البراق وذهب إلى المسجد الأقصى، كالقصة الطويلة، ثم بعد ذلك المعراج وغير ذلك مما هو معروف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة وفيه عن أبي ذر. باب ومن سورة التين. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه يقول: من قرأ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. ولذا يسن أنك أنت لما تسمع آيات فيها استفهام تجيب هذا الاستفهام، تقول مثلا إيه: فمن أصدق من الله حديثا؟ تقول: لا أحد. مثلا تقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول: بلى، وعلى ذلك من الشاهدين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول: بلى قادر، وهكذا. فمن يأتيكم بماء معين؟ تقول: الله رب العالمين، وهكذا. يسن ذلك حتى ولو كنت في الصلاة، حتى ولو كنت في صلاة النافلة بالإجماع، وعند الشافعية في النافلة والفريضة سواء. واضح؟ يعني الأحناف قالوا إيه؟ قال: صلاة الفريضة ما تقولش، خليك بس في القرآن. صلاة الفريضة، النافلة رد زي ما أنت عايز، وإدعي كل ما تجيلك آية رحمة إدعي، وكل ما تجيلك آية عذاب في النافلة دون الفريضة عند الأحناف. لكن الشافعية عندهم النافلة والفريضة سواء. وكذلك من وافقهم من المالكية والحنابلة. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. باب ومن سورة اقرأ باسم ربك. وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سندعو الزبانية. قال: الزبانية اللي هي إيه؟ اللي هم أصل الزبن هو الدفع، زبنه يعني دفعه، يبقى الزبانية هم ملائكة الموكلون بتعذيب أهل النار، سموا الزبانية لأنهم يدفعونهم فيها دفعا ويعاملونهم فيها بغلظة وشدة، فنسأل الله السلامة. يبقى الزبانية نوع من الملائكة، صنف من الملائكة خلقه الله ليعذب بها الكفار. سندعو الزبانية. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. الملائكة المقصود بهم الزبانية. الملائكة هنا اللي هم مين؟ ملائكة العذاب، لأن في ملائكة رحمة ده لأهل الجنة، وملائكة عذاب دول لأهل إيه؟ لأهل النار، نسأل الله السلامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورئيس الزبانية مالك، مالك اللي هو خازن النار رئيسه، ورئيس ملائكة الرحمة في الجنة رضوان،
وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ نزلت الآية فرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى إلى قوله تعالى إيه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني ربنا يحمي النبي اسجد وما يهمكش مش هيعمل لك حاجة إنك فإنك المستهزئين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره فقال أبو زبره يعني زجره وزنا ومعنى فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فانصرف النبي فزبره يعني النبي دفعه قال له اعمل أعلى ما خلك ركبه زقه كده ما يهموش النبي ما يهموش حد فقال زبره يعني ما لا لم يتأثر. فلما عمل فيه كده قام قال له انت بتعمل فيها كده انت ما تعرفش ان انا اكبر واحد ليا هنا اتباع في المنطقة. فقال ابو جهل انك لتعلم ما بها ناد اكثر مني. فانزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صلى الله عليه وآله وسلم. كان الله يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من الأنبياء من تركهم الله سبحانه وتعالى على أيدي الكفار فيقتلونهم ولكن الله أراد أن يحمي هذا النبي حتى يبلغ دين ربه سبحانه وتعالى. والله يعصمك من الناس. قال ابن عباس فوالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. يعني لو لم أتباعه علشان يمنعوا سيدنا محمد لو فعل كده لكانت الملائكة العذاب تخطفته عضوا 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 مش هياخدوه حتة واحدة ده هيلاقوا عضو عضو يلاقوا دراع رايح كده وصباع رايح كده وأنف رايح كده. شفت قد إيه بقى ربنا يعني إيه يعني يعرفك إزاي أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا وإمام الذين آمنوا مين هو رب هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه باب ومن سورة القدر. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك. يعني كأن سيدنا الحسن لما تنازل تنازل بناء على علمه أن مراد الله أن يفتن بني أمية بالحكم والنبي رأى ذلك الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق فترك لهم الحكم حتى يحقن دماء المسلمين ويتم مراد الله من فتنة بني أمية في الحكم واختبارهم بالحكم. فكان بيتصرف على بصيرة سيدنا الحسن وعشان كده سيدنا رسول الله قال لسيدنا الحسن هو طفل صغير ابني هذا سيد وسيصلح الله إمام ماشي على مراد الله ماشي على بصيرة لأنه هو كان منتصر وكاد ينتصر على معاوية وفجأة بعد ما كاد ينتصر يسيبها لمعاوية حاجة غريبة. فالراجل طبعا مش فاهم قال له يا مسود وجوه المؤمنين إيه اللي أنت عملته ده وهو كان أحق بالخلافة سيدنا الحسن من حيث الفضل ومن حيث إيه النسب ومن حيث كل جميع الحيثيات كان هو أحق بالخلافة لكن سيدنا الحسن عارف أن الخلافة الراشدة 30 عاما وقد تمت 30 عاما وبعدها الملك عضوض فما رضاش يبقى الملك العضوض في يده فتركه لمعاويه. شفت تصرف بقى الائمه